University. حقيقة دكتور زاد هو يعني أعتقد أكثر واحد بين انترستد بالنيوروماسكولار ألترا ساوند، وإحنا إن شاء الله تابعين بهذا الطريق. دكتور زاهد هو دخل 3 دورات في مصر في مستشفى جامعة عين شمس، كانت 3 دورات هي لمدة يعني توتال هي 9 أيام، كل دورة 3 أيام من البيسك والإنترميديت والأدفانس ليفل. هو اجتازها بنجاح دكتور زاهد، والحمد لله هو هيز اولسو ان ذا برايفت يعني كلينيك دا يشتغل هذه. فاليوم راح نبلش بالبيزك نولج اوف نيوروماسكولار الترا ساوند، وان شاء الله الجمعه القادمه واللي بعدها في نفس التوقيت محاضرتين اخريين. مين وايل اسال من اخواننا وزملائنا انه اي سؤال هي ويل بوت ات ان ذا شات، عمود ننتظر بالاخر محاضره ان شاء الله نستفاد معلومات دكتور زاهد. دكتور زاهد ويلكم اند ذا مايك از فور يو. شكرا جزيلا دكتور. السلام عليكم زملائنا الاعزاء. يعني هو سلسله محاضرات ان شاء الله راح تصير عن نيورو ماسكولار التراسون. حقيقه هو فد برانش هو مو جديد، بس بدا الكلام عنه بكثره وحكي هواي وتفاصيل عنه بالفتره الاخيره. واحنا يعني قبل ايام قلت للاستاذ فرقد نزل هذا الكتاب، اول كتاب عن من كتبنا مالت النيوروفيزيولوجي بدا يدخل الالترا ساوند كورليشن. قبلها انا حسب اطلاعي ما اعرف جوز حضراتكم عندكم اطلاع اكثر، اكو الكتب كلها كانت تحكي فقط نيرف كوندكشن و ام جي، بس اول كتاب في كل كيس يدخل الالترا ساوند كورليشن هو هذا بريستن اند شابيرو قبل عده ايام نزل لنا استاذ فرقد. فبالتالي حقيقه يعني هذا بديت انا اتصفح به، لقيت اول كلمات اللي ذاكرها هاي اقتبست من عندها هاي الهايلايتد تكست هذا يقول النيوروموسكولار الترا ساوند هاز بيكم فاليديتد ريلايبل اند امبورتنت تول ان ذا ايفالويشن اوف ماني نيوروموسكولار ديس اوردر. والنقطه الثانيه اللي هي اعتقدها مهمه جدا يقول فيزيشن هو بيرفورم اي دي اكس ار بيست سوتد تو ليرن اند بيرفورم نيوروموسكولار الترا ساوند. حقيقه هي هاي مهمه جدا. احنا نعرف يعني الالترا ساوند هو شغل مال ناس معينين جماعه الاشعه، وهم يقولون هذا البرانش مالتنا وكذا. اوتسايد عن اللي شايفه وحتى الامريكان اكاديمي يقولون هو النيوروموسكولار الترا ساوند هو شغل مالت النيوروفيزيولوجي، بس احنا هنا بالعراق هذا الشيء بعده ما معروف. فاحنا نحتاج يعني اكثر من واحد يشتغل به، نسوي به دورات حتى يصير البرانش مالتنا. ما حد يجينا باكر يقول هذا شغلي ليش اشتغل به وليش تاخذه. فيعني ونعرف اكو ايضا اجهزتنا الجديده بدات تدخل هذا الكادول، بدا بي جهاز بلتن هو الترا ساوند مع النيرف كوندكشن الاي ام جي. ان شاء الله هو احنا قلت لكم استاذ فرقد هو التيتشنج هو 3 ليفل، البيزك ليفل والانترميديت والادفانس. البيزك ليفل هو راح نتعرف شنو يعني عليه، بس البيزك ليفل ذا نيتشر مو شغلتي، ما يعني ما ادبره حقيقه. فبالنسبه للبيزك ليفل راح هاي اليوم محاضرة اليوم هي يعني basic knowledge، راح نتعرف فقط شنو هو الألترا ساوند وشون يشتغل تفاصيل أولية. إن شاء الله الأسبوع القادم الجمعة القادمة في نفس التوفيق إذا الله خلانا طيبين وكلكم إن شاء الله موجودين راح نتكلم عن case study، فمجموعة cases إن شاء الله راح نتكلم عليها وشنو أهمية الألترا ساوند بحل هذه المشاكل. والأسبوع الثالث إن شاء الله راح نحاول نسوي scanning of commonly tested nerve الميديان والألنر والبيرونيال، نحاول نسوي السكانينج بروسيجر مالتها ان شاء الله يوفقنا. وهذا فاليوم ان شاء الله راح نبدي محتويات محاضره اليوم هي فد بريف اباوت ذا فيزكس اوف الترا ساوند والانديكيشنز والباراميترز ستديد، وقسم فد صور محدده يعني حتى نشوف فقط كمقدمه لها. Now what is ultrasound؟ احنا نعرف الالتراساوند هو او sound waves هي عبارة عن succession of compressions and rarefactions transmitted in any organ, any tissue transmitted in the air. هي مجموعة compression and rarefaction. واحنا ايضا نعرف انه sound waves هي بفد frequencies او range. اكو عندنا range القليل نسميه infrasound اللي هو اقل من 20 هرتز اللي هو ما يسمع الانسان، نسميه انفرا ساوند. ومن 20 الى 20 من 20 هرتز الى 20 كيلو هرتز هذا نسميه الساوند الهير ساوند او الاوديبل ساوند اللي يسمع الانسان. الالترا ساوند هو اكثر من 20 كيلو هرتز تسمع بعض الحيوانات. احنا بالنسبه لنا الميديكال الترا ساوند احنا نحتاج اكثر من 2 ميجا هرتز، يعني 2 مليون هرتز يا الله يعني نستخدمه بالميديكال ايمجينج.
وبالحقيقة احنا بالنسبة لنا بالنيورو مسكولر احنا نحتاج الترا ساوند فريكوانسي اكثر من 10 او 12 فما فوق حتى نقدر نسوي سكانينج اوف ذا نيرف. هسه راح يسأل جزء احد ما شنو هو الفريكوانسي. الفريكوانسي هي نمبر اوف سايكل او نمبر اوف كومبريشن اند ريفراكشن ان 1 سكند. فبالتالي اذا وحده كومبريشن اند ريفراكشن راح يكون الهرتزيه مالتها واحد، وكل ما يزيد العدد راح يزيد الى ان نوصل هاي الالف والمليون وكذا. فالهرتز هي نمبر اوف سايكل اوف كومبريشن اند ريفراكشن ان 1 سكند. ايضا احنا عندنا ايضا مصطلحات راح ناخذها بعد السلايدات القادمه، بس هسه نحب يعني نراويها. هذه هي هذه الفريكوانسي، من هذا الجزء الى هذا الجزء الفريكوانسي. وعندنا مصطلح اخر هو الامبليتيود اللي يبدي من البيز لاين الى اعلى ديفليكشن بوزيتيف ديفليكشن، هذا نسميه الامبليتيود اوف ذا الترا ساوند ويف. وعند الويف لينث اوف الترا ساوند ويف هي البيريد بتوين تو سايكل او ون سايكل او تو بوزيتيف ديفليكشن او ون سايكل، نسميها ويف لينث اوف ذا ساوند ويف. دني راح نحتاج بعد شويه ان شاء الله. الان هو الترا ساوند از جنريتد. احنا نعرف احنا الترا ساوند ماشين هو جزئين اساسيات، عندنا كمبيوتر وعندنا الجزء الاخر هو البروب. البروب هو الاساس اللي نحتاجه، ذاك الكمبيوتر مجرد يسوي بروسيسنج للايمج، طلع لنا صوره ونطبع بيه وكذا، لكن الاساس هو البروب، الالترا ساوند بروب. الالترا ساوند بروب راح تدخل له الفولتج او الكتريكال كارنت، كهربائيه راح تدخل له. اكو فد ميزه معينه به صراحة نشرحها راح تحول هاي الكهربائيه الى ساوند ويفز، وهاي الميزه نسميها البيزو الكتريسيتي. البيزو الكتريسيتي مثل ما نشوف هذا هو التركيب مالت الالترا ساوند بروب بالنهايه مالته اللي هي قريبه على السكن او قريبه على البودي، راح يكون موجود هو هاي اللون الاحمر، هي البيزو الكتريك كريستلز، هي فد كريستلز موجوده. وعاده الكريستلز اللي نستخدمها بالميديكال فيلد هي ليد زارجونيت. هاي الكريستلز بها خاصيه من يدخل بها الكتريكال كارنت راح تبدا تسوي فايبريشن، والفايبريشن الفايبريشن مالتها راح يتحول الى ساوند ويفز كومبريشنز اند ريفراكشنز، وهاي الخاصيه نسميها بيزو الكتريسيتي. بالتالي راح تدخل الكهرباء من هذا المكان وتدخل هذني اجزاء اخرى من الترانسديوسر الى ان توصل الى هذا الكريستلز. من يوصلها للكتريسيتي راح يصير بها الكتريكال فيلد، راح تبدا تهتز، والاهتزاز مالتها راح يخرج لنا الالترا ساوند او ساوند ويفز. الساوند ويفز بالتالي من راح تخرج من البروب راح تنتقل الى ميديا مختلفه. اول شيء راح تدخل به احنا طبعا نخلي جل تعرفون هاي الالترا ساوند جل نخليه حتى نقلل الامبيدنس مالتنا. بالتالي اول شيء راح تدخل بالسكين، بعدين سبكوتينوس تيشو، بعدين مصل، بعدين ديفرنت اورجنز ان ذا بودي. فالجزء الاول من الالترا ساوند لما تدخل بالجسم نحتاج اولا هو الترانسميشن اوف ذا الترا ساوند، لازم تدخل بالجسم. جزء من عندها راح يصير ريفلكشن باك او ما يسمى بالايكوز. هذا الريفلكتد بارت راح يرجع مره ثانيه، ونفس الكريستلز اللي هي سوت لنا الساوند ويف اللي صار بها فايبريشن سوت لنا ساوند ويف، هي نفسها راح ترجع مره ثانيه تسجل الريتيرنينج او الريفلكتد ساوند ويفز او الايكوز. نفس هذه اللي سو بروديوس ذا ايكوز راح تسجل الايكوز مره ثانيه، راح تاخذها وتسجلها وترجعها مره ثانيه، تحولها الى الكتريكال كارنت وتنقلها لجهاز الكمبيوتر حتى يسجلها، ونشوف احنا صوره ونقعد نحللها وندرس هاي الصوره ونشوف شنو الاشياء اللي صارت بيها. طبعا بالتالي الالترا ساوند الانتراكشن بتوين ذا الترا ساوند اند ذا تيشو، احنا عندنا ثلاث حالات اساسيه، طبعا اكو اشياء اخرى بس هي الالترا ساوند ويف. احنا نحتاج اول شيء شود بي ترانسميتد ان ذا بودي، راح تدخل للجسم توصل الى مكان معين حسب الفريكوانسي وحسب الويف لينك، هسه راح ناخذها بعد شويه. وجزء من عندها راح يكون ريفلكتد اللي هي الايكوز، وهذا الريفلكشن راح يكون في مختلف البلانز مختلف الاتجاهات. واحد من عندها اللي راح ياخذ البروب ويسجله كالترا ساوند بيكتشر، وجزء من عندها راح يكون اتينيويتد. هنا الاتينيويتد بارت هاي وحده من الدروباكس او وحده من البروبلمز اللي موجوده عندي بالالترا ساوند، واكو في طرق معينه حتى نحارب او حتى نتغلب على هاي المشاكل. وحده من عندها هي التايم جين كومبنسيشن او التي جي سي، هذا اللي نشوف عندنا مجموعه البتنز اللي موجوده بكل الترا ساوند ماشين. ودائما الالترا سونوغرافر قبل ما يبدي الشغل مالته
دائما اذا منتبهين يبدي يسوي ادجستمنت لهاي حركه يمين او يسار حسب الفيو مالته، حتى حسب ما هو متعلم عليه حتى يقدر يحدد التشو اللي موجود، حتى نقلل الاتينيويشن حتى ما تضعف الالترا ساوند بيم، لانه اذا ما حركنا ذني وصار عندي اتينيويشن الديبر ستراكشر شويه ما راح نشوفها، راح يصير يعني اتينيويتد الالترا ساوند بيم، ما راح نشوف الديبر ستراكشر اللي موجوده عندنا. الان لما نطبق هذه النظريه او هاي الموضوع على التشوز على الهيومن بودي، راح هنا راح تكون هذا عندي البروب وهي هذه الكريستلز البيزو الكتريك كريستلز، راح يدخل الكتريكال كرنت هنا، هاي الكريستلز راح تبدي الفايبريشن مالتها، راح تطلع الساوند ويف، راح تنتقل من البروب راح تدخل بالجل اللاير الاولى، ومن بعدها راح تدخل الى التشو. طبعا التشو مثل ما نعرف احنا اكو ديفرنت اورجانز ديفرنت تيشوز، عندي سبكوتينوس تيشو، عندي مسل، عندي نير، عندي فيسكس يعني بذره موجوده ممكن تكون فارغه بها اير، وممكن بون موجود عندي، فكل جزء من هذني كل تيشو من هذني له فت خاصيه يتعامل حسب الدنسيتي مالته يتعامل مع الالترا ساوند، قسم يسوي لها ريفلكشن قوي، قسم يسوي لها ريفلكشن ضعيف، راح نشوفها ان شاء الله باللكتشرز عفوا بالسلايدز القادمه، وحسب التفاعل مع هذا التشو راح تطلع راح تظهر لنا الصوره اللي موجوده عندنا بالجهاز. طبعا هاي انه كل ما الالترا ساوند يدخل في انترفيس بين تو تيشوز وذ ديفرنت امبيدنس سم الترا ساوند ويل بي ريفلكتد، وهذا الريفلكشن راح يعتمد لي ايش قد ريفلكتد من الالترا ساوند بيم، راح يعتمد على الامبيدنس اوف بين ذيز تو تيشوز. الالترا ساوند اللي ريفلكتد راح ناخذها نسجلها ونشوف من عندها الصوره، واللي نت ريفلكتد راح تروح بالديبر تيشو ايضا، راح في مكان اخر راح تلقى تو اورجانز اور تو تيشوز ديفرنت امبيدنس ايضا راح تنعكس وراح تساوي صوره اخرى، وهكذا الى نوصل الى نهايه الـ يعني الويف لينث مال الالترا ساوند صراحه نتكلم عليها بعد شويه. انا مقدمه فيزيائيه بسيطه، هاي يعني اذا نتكلم على الفيزكس مال الالترا ساوند يحتاج وقت طويل جدا، بس راح مختصر. الان شنو المودز اوف الترا ساوند؟ احنا سامعين اي مود، بي مود، ام مود. الاي مود هو one dimensional view، احنا ما لنا علاقه به، ما نستخدمه، حتى استخدامه قليل جدا بالميديكال فيلد. اكثر شيء اللي نستخدمه احنا بالنيوروموسكولر هو البي مود او برايتنس مود. احنا راح نعتمد على الريفلكشن اللي يصير مال ديفرنت تيشوز اللي يمر بها الالترا ساوند بيم، وحسب الريفلكشن هذا راح يطلع لي صوره يعني بلاك اند وايت، وانا اكوردنج تو ذس ريفلكشن هسه نشوف بعد شوي مجموعه الصور راح نشوف اكو اختلافات بالتيشوز. طبعا تو دايمنشنز راح نشوف ويا بلاك اند وايت، وهو هذا الشيء اللي راح نستخدمه بالنيرف والسوبرفيشال ستراكشرز البي مود او برايتنس مود. اكو الام مود، الام مود هذا يعني موشن مود ما له علاقه به، هذا يخص يعني للهارت وكذا. واخيرا عندي الدوبلر مود، الدوبلر مود ايضا ممكن نستخدمه بالنيورو ماسكولار نحتاجه حتى نشوف الفاسكولاريزيشن اوف ذا نيرف، ان شاء الله في مكان اخر ايضا نتكلم عليه. الان لازم نعرف الفريكونسي اهميتها مع الصوره مالت الالترا ساوند ومع الديبث. هسه راح نتكلم في شيء بسيط. احنا قلنا الفريكونسي او الالترا ساوند هي سكسيشنز اوف كومبريشنز اند راريفاكشنز، وكل ما كانت الكومبريشن هاي كومبريشنز اند راريفاكشنز النمبر اوف كومبريشن اند راريفاكشن ان تايم، هاي راح نسميه فريكوانسي. فاذا كان عندي لارج نمبر اوف كومبريشن اند راريفاكشن ان بيريد اور ان تايم، اذا كان لو نمبر هاي راح يصير لو فريكوانسي الترا ساوند بيم او لو فريكوانسي الترا ساوند بروب، راح يعطيني كميه قليله من الكومبريشنز اند راريفاكشن مثل ما موجود هنا. النوع الاخر اللي هي هاي فريكوانسي راح تكون لارجر نمبر اوف كومبريشن اند راريفاكشن وذين ذا تايم، وهذه هنا راح تكون هاي فريكوانسي بروب. ليش نتكلم عن الفريكوانسي اللو فريكوانسي والهاي فريكوانسي بروب؟ لانه هي اساسيه في عملنا. النقطه الاولى اللي مهمه جدا بالفريكوانسي ولها علاقه بالالترا ساوند هي الويف لينث، واحنا قلنا قبل شوي الويف لينث مهمه، اللي هي البيريد اوف تايم بتوين وان سايكل اوف الترا ساوند. الويف لينث تتناسب تناسب عكسي مع الفريكوانسي، بالتالي لما يكون عندي هاي فريكوانسي الترا ساوند بيم او هاي فريكوانسي بروب او ترانسديوسر، راح يكون الويف لينث مالت الالترا ساوند ويف راح يكون شورت لانه قلنا تناسب عكسي، بالتالي راح تكون هنا الالترا ساوند بيم بنتريت
من يعني less deep أو يقول superficially in the tissues. هاي إحنا واحدة من الشغلات المهمة إنه إحنا high frequency ما راح نشوف بها deep structures اللي موجودة عندي، نشوف فقط superficial structure. طبعاً هاي تعتمد على الفريكوينسي. هاي الفريكوينسي إيش قد؟ هي 10 ميجا هرتز، 20 ميجا هرتز، لو أكثر من هذا الرقم. لكن العكس من هذا، low frequency beam أو low frequency probe راح يكون ال wave length مالته كلش عالية، بالتالي راح يpenetrate deeply in the tissue، راح نشوف بي very good لل deeper structure. لكن احنا المشكله الثانيه اللي التداخل الثاني بالموضوع انه انا عند الريزوليوشن مهم جدا. مثل ما نعرف احنا عندنا النيرف اللي موجوده مالتنا هي كلها سمول ان سايز، وكلها موجوده بين مسلز وبين ارتريز وكذا، فاحنا نحتاج جود ريزوليوشن. الجود ريزوليوشن احنا هنا مثل ما نشوف نحتاج، معناها بما معنى اذا اريد جود ريزوليوشن لازم يصير انتر اكشن بين ذا الترا ساوند ويف اللي هي الكومبريشن والراريفاكشن مع الأورغان to be scanned. لازم يكون هذا الانتراكشن أكثر، يعني أحتاج أنا أكثر من compression و rarefaction وحدة تتداخل مع النيرف مالتي حتى تظهر لي good resolution، حتى أشوف المارجن مالتي، حتى أشوف البوردر، حتى أشوف أكو compression عليه from outside or not. فبما أنه أنا أحتاج larger interaction مع النيرف، أحتاج إذن high frequency ultrasound. ال high frequency ultrasound راح تعطيني يعني larger number قلنا مال compression or rarefaction، فراح تتداخل أكثر مع النيرف. فإذا أنا أحتاج high frequency ultrasound اللي تعطيني high resolution. لكن لما أستخدم low frequency، لما أستخدم الultrasound beam عموديا على التشو اللي نسميه axial resolution، هنا أنا عمودي على التشو، لنفترض هاي two nerves هنا، لما أنا أستخدم low frequency beam أو probe راح التداخل اقل مع الاورجان مالتي او مع النيرف، فما راح اميز النيرف بصوره صحيحه، وما راح اميز البوردرز مالته، ولا راح اقدر اسوي له جود سكانينج اند فيجواليزيشن. هذا الاكزيال ريزوليوشن. النوع الثاني هي اللاترال ريزوليوشن، نفس الفكره انه احنا بالهاي فريكوانسي بروب راح يتداخل اكثر مع النيرف، راح تظهر لي جود ريزوليوشن، راح اشوف الاورجان بصوره جيده والنيرف والبوردرز مالته واضحه. لكن اذا استخدم لو فريكوانسي بروب تداخل اقل مع النيرف، وبالتالي راح تكون resolution poor. إذن اللي إحنا نستخدمه هو نستخدم، وتوجد شايف فيها حضراتكم بالبحوث أو بالكتب، راح نستخدم high frequency high resolution ultrasound probe to visualize the nerve and neuromuscular structures in our body. وهذه تكلمنا عليها إنه قلنا إذا يكون high frequency wavelength قليلة، penetration قليل، ممكن النيرف إذا كان شوية بعيد مثلاً sciatic nerve هذا بوتوك، يعني صعب نسوي له فيجواليزيشن اذا نستخدم هاي فريكوانسي، صعب، فممكن ما نشوفه. فبالتالي ممكن اذا نيرف مثلا نفترض جدلا انه مكون من ثلاث اجزاء او هذا راح ما راح يبين لنا كامل، نستخدم لو فريكوانسي راح يبنتريت ديبلي، راح يطلع للنيرف كامل، بس ما راح اقدر اميز مالته الستركتشرز كلها، ولا راح اقدر اميز البوردرز مالته. فهي هذه ايضا مشكله، لكن هاي المشكله لها فتح حل جزئي، انه كل الالترا ساوند بروبز اللي موجوده عندنا هي مكونه من مالتي، نسميها مالتي فريكوانسي بروبز، بالتالي هي بها رينج مال الفريكوانسي، ممكن الرينج هذه تبدا من 8 الى 12 او 10 الى 15 او ممكن 12 الى 18 ميجا هرتز. بالتالي انا اذا احتاج اشوف مالتي النيرف بعيد، اقلل الفريكوانسي مالتي حتى اقدر اسوي سكانينج تو ذس سلايتلي ديب نيرف. طبعا اللي موجود احنا عندنا هسه مثلا الكادول ماشين مالته الالترا ساوند بروب يوصل الفريكوانسي مالته لحد 18 ميجا هرتز، فبالتالي تطلع صوره بديعه جدا، يسوي فيجواليزيشن بديع لكل النيرفز الموجوده، ويبدا من 12 اعتقد الى 18. فاذا احنا نحتاج سوبرفيشال نيرف نروح على 18، اذا هذا ننزل 12 حتى نشوف شويه ديبر نيرف. بالتالي احنا البروبز نقسمها 2 الى 5، 5 الى 10 ذولا ما يفيدونا، احنا اللي شغلنا بهم هو 10 الى 20 ميجا هرتز، هاي نستخدمها بالنيورو ماسكولار اند ماسكولو سكيليتال التراساوند 10 الى 20 ميجا هرتز. انواع البروب حسب الشيب، احنا اللي نستخدمه بالنيورو ماسكولار هو اللينير بروب. بما معناه لينير شنو؟ معناها الالتراساوند ريس او البيم راح يظهر لينير، يعني متوازي البيمز مالته، فبالتالي الصوره كلها راح تكون واضحه على كل
البيكتشر يعني. اكو الكيرد هذا اللي يستخدمه بالابدومن، راح تكون الصوره مركزه فقط الواضح جدا فقط بالسنتر، وذن البيريفري شويه مو واضحه. واكو هذا الفيست اللي يستخدموه بالكاردياك حتى يفوت هنا الفتحه مالته صغيره حتى يفوت بين الربز، احنا كان واحد بس هو اللي نستخدمه احنا، سمي لينير الري ترانسديوسر. لينير الري ترانسديوسر هو اللي نستخدمه بالنيورو مسكولار التراساوند وهاي فريكوانسي لازم يكون. ناو شو ندور بالالتراساوند؟ احنا نيرف كوندكشن نعرف ندور نيرف، ندور ليتنسي امبليتيود كوندكشن فيلوسيتي كذا. بالالتراساوند شو ندور خصوصا بالنيورو مسكولار؟ احنا اهم نقطه اللي نشوفها هي الايكوجينيسيتي. شنو هي الايكوجينيسيتي؟ جو سامعين مرات يحكون اهل الالتراساوند هذا هايبر ايكويك هذا هايبو ايكويك. شنو هي الايكوجينيسيتي؟ الايكوجينيسيتي هي اكستنت تو ويتش ديفرنت ستراكشر ريفلكت ساوند ويفز. احنا من يدخل الالتراساوند بيم بالبودي مالتنا راح يتفاعل او راح يدخل يعني مالتيبل تيشوز، ممكن نيرف ومسل وسبكوتينوس وبعدين يوصل للبون، فكل تشو من هذا النير راح يسوي ريفلكشن حسب الدنسيتي مالته وحسب المميزات مالته. فكل ما زادت نسبه الريفلكشن مالت ساوند ويفز بواسطه تشو معين راح ايكوجينيسيتي راح تكون اعلى، وبالتالي الصوره راح تكون وايت وبيضة. كل ما تقل الريفلكشن راح تكون الصوره جراي، واذا اكو بعض الاجزاء ما سوى اي ريفلكشن في الاير راح تكون بلاك اون ذا سكرين. وهذا الرينج انه ممكن احنا الالترا ساوند بيم مالتنا نفترض احنا باللنج بدنا نشتغل وفات بالاريتد لنج اللي هي اير بها هواي راح تظهر لنا صوره بلاك لانه ماكو شيء يسوي ريفلكشن، density of the air is very low. بعدين اكو تشوز density مالتها اعلى تبدا تسوي ريفلكشن تدريجي subcutaneous tissue والمصل يبدي الايكوز مالتها او الريفلكشن مالتها راح يزيد راح تكون هايبو ايكويك. بعدين كل ما ندلنا اكثر ممكن نوصل بعدين للكونكتيف تيشو مثلا اللي موجود عندي اللي موجود مثلا اراوند ذا نيرف او اللي هو موجود اراوند ذا نيرف صول الفيشيا راح تكون هايبر ايكويك راح تسوي ريفلكشن اعلى. وبعدين من نوصل اجزاء هي هايبر ايكويك تماما او تسوي ريفلكشن لكل الساوند ويف اللي هو خصوصا مثل البون اللي يسوي ريفلكشن الى كل الساوند ويف. هاي هسه مثال عن الترا ساوند ايمج مثل ما نشوف هنا. طبعا الصوره هي مبينه صعبه بس بعدين بنسوي يعني نفسخها راح تكون اسهل. هنا أنا اكو ديفرنت تيشوز ديفرنت بارتس، هذا هنا أنا هو هاي سبكوتينوس تيشو مثل ما نشوف اكو اجزاء بهايبر ايكويك اكو اجزاء بهايبو ايكويك، بعدين تجي المصل، بعدين يجينا هذا النيرف. احنا هنا أنا ماخذين باللونج اكسس فيو اذا نشوف النيرف على طوله، فبالتالي راح نشوف هذا النيرف هنا أنا هذا السنتر مالته مثل ما نشوف باجزاء هايبو ايكويك اللي هي النيرف فايبر وبي بعض النقاط اللي هي هايبر ايكويك. والرم مالته اهم شيء الرم مالته هي راح تكون هي هايبر ايكويك بسبب الكونكتيف تيشو الابينيوريوم والهذا هي راح تكون هايبر ايكويك. بعدين ننزل هاي اللاير هي تندنز ايضا لانه بيها كونكتيف تيشو هوايه فراح تكون هايبر ايكويك نسبيا. بعدين ننزل الى البون مثل ما نشوف البون هو هايبر ايكويك لانه ات ريفلكت اول ذا ساوند ويفز، واي شيء جوا البون ما راح نشوفه لانه ما بعد ماكو ترانسميشن ورا البون، كله راح يصير ب ريفلكشن. البون دائما يكون هو نهايه الالترا ساوند ايمج مالتنا. ناو وات ار ذا فيوز؟ احنا شلون راح نفحص النيرف؟ شلون راح نباوع النيرف؟ احنا عندنا تو امبورتنت فيوز الاساسيات ان اثنين الشورت اكسس او الترانسفيرز لما نخلي مالتنا الالترا ساوند برو افقيا على النيرف، هذه هي الريست هسه هنا واحنا مخلين الالترا ساوند بروب على منطقه الريست او منطقه الكاربال تنل. طلعت لنا هذه الصوره، هاي الجزء الاعلى من الصوره هذا هنا هو الالترا ساوند جل، بعدين يبدا السكن والسبكوتينوس تيشو، بعدين نجي الى الاجزاء الاخرى اللي اسفل السبكوتينوس تيشو. اول جزء بها هذا اللي هو مؤشر، طبعا هاي النقاط هذه هي مأشريها حتى توضح، هذا هو النير، هذا هو الميديان نير. مثل ما نشوف الميديان نيرف احنا نصيحوا له مهمه جدا تسميه صحوا له هوني كوم فيو او هوني كوم بيكتشر اللي هي تشبه لي خليه النحل. مثل ما نشوف هنا اكو هايبو ايكويك دوتس هي هاي اللي موجوده واكو هايبر ايكويك سراوندينج ذيم، واكو الجزء الخارجي هنا راح يكون ايضا هايبر ايكويك ريم اللي هو مهم جدا. طبعا ذني الاجزاء اللي هن هايبر ايكويك ان هذني اللي يمثلن لي الابينيوريوم والبرينيوريوم سراوندينج ذا نيرف، ان هذني في حين النيرف فايبر والفاسيكل اللي موجوده راح تكون
يعني هاي فويكاوي. ايضا هنا بنشوف هاي التندن، طبعا التندن هاي كلها تندنز هنا موجوده عندي، طبعا تختلف اختلاف جذري مثل ما نشوف عن النيرف. النيرف هانيكوم هنا التندن راح يكون مخطط تقريبا، وهاي كلها لايرز اوف تندن، وهذا هنا هي البون مثل ما نشوف البون هم هايبر ايكاوي، والخلفه كلها راح يكون اسود لانه كل البيم هنا صار بي ريفلكشن. هذه الصوره الاولى او الفيو الاولى اللي هي الترانسفيرس فيو او الشورت اكسس. اللونج اكسس فيو لما نخلي الالترا ساوند بروب لونجيتيودنال اون ذا نيرف بموازاه النيرف، هنا راح هنا ايضا ادرست نشوف هنا نشوف هذا ايضا هو الميديان نيرف، هاي سبكوتينوس تشو، هاي مسل، هذه تندنز ايضا، هاي هنا هي البونز، وهذا هو الميديان نيرف. نشوف هذه هنا الهايبر ايكويك ريب اللي هي قلنا اللي تمثل لنا الابينيوريوم هايبر ايكويك ريب، وهذا ايضا النيرف هنا باجزاء هايبو ايكويك وباجزاء هايبر ايكويك، وان الهايبر ايكويك هي الكونكتيف تشو سراوندينج ذا انديفيديوال نيرف فايبرز. ومن هذه نقدر ناخذ الدايميتر اوف ذا نيرف، فشي كلش حلو. وهاي هنا ايكو باثولوجي ان شاء الله نتكلم عليها اماكن اخرى، راح نشوف الدايميتر اوف ذا نيرف ونقدر نحدد وات از ذا باثولوجي اللي موجوده عندي. Now by definition the ultrasound neuromuscular ultrasound is the use of high frequency ultrasound in the imaging of nerves and muscle to assess primary neuromuscular disorders. وقلنا دائما مالتي الفريكونسي اكثر من 10 وممكن اكثر من 12 ميجا هرتز، كل ما تزيد الفريكونسي الصوره راح تكون اوضح والريزوليوشن اعلى، وراح نشوف التشو بصوره جميله جدا بصوره جيده جدا. Now what is the role of neuromuscular or ultrasound in the assessment of neuromuscular disorders? نحن دائما نقول انه الـ EDX studies هي continuation of clinical examination. الـ EDX studies هي gold standard، هي تراوينا the functional aspect of the nerve، مفيدة جدا بالـ localization, severity, diagnosis and prognosis of the lesion، واللي احنا كلها نستخدمها. لكن الالترا ساوند مهمه جدا للاناتوميكال اسبيكت اوف ذا نيرف، هي ايضا ممكن نعتبرها هي ككونتينيويشن للكلينيكال اكزامينيشن اند الكترو دايجنوستيك ستديز. طبعا هي مثل ما نعرف هي بينلس، هي ريليتيفلي تشيب اذا نقارنها بالام ار اي والسي تي سكان اللي ممكن نشوف بها النيرف، وهي ايضا بيد سايد تول افيلبل، ومهمه جدا بالكونفيرمينج ذا لوكاليزيشن، وكذلك مهمه جدا بموضوع يعني فيجواليزيشن اوف سراوندينج تيشوز، ممكن النيرف صاير بي كومبريشن فروم اوتسايد وماثر لنا عليه، وراح فرح تراوينا هذا الكومبريشن باي مثلا تيومر ماس اور باي فورم بودي. راح نشوف ان شاء الله بالاسبوع القادم عندنا مجموعه محاضرات مجموعه كيسز ان شاء الله عن هذا الموضوع. طبعاً الرول between the ultrasound and EDX هي complementary، وحدة تكمل الأخرى. الآن هذا النيرف إحنا قلنا النيرف هو كل النيرف محاط layer of connective tissue نسميها epineurium، بعدين بالداخل أكو fascicles individual fascicle، وكل fascicle محاط layer of connective tissue نسميها perineurium، وبداخلها موجود ال individual nerve fiber اللي هي أيضاً surrounded by connective tissue نسميه endoneurium. إحنا ما نشوف ال endoneurium وال individual nerve fiber، احنا اللي نشوف نشوف الفاسيكلز سراوندد باي بيرينيوريوم، ونشوف الهول نيرف وهو سراوندينج مالته. واحنا قلنا الاجزاء اللي هي هايبر ايكويك اللي هي الكونكتيف تيشو هي المهمه جدا اللي راح تميز لي النيرف عن الستراكشرز البقيه، واللي راح تعطيني الهانيكوم بيكتشر. ادفانتجز اوف الترا ساوند هي نون انفيزيف، هي بينلس، هي بيد سايد، ريال تايم اند دايناميك تول، وريلاتيفلي ان اكسبنسيف. الديس ادفانتج او الليميتيشن مشكله الانكمبليت بنتريشن، ممكن قلنا الديب نيرف احنا لا خصوصا اذا نستخدم هاي فريكونسي ممكن ما نوصله. ليميتد فيلد اوف فيو يعني احنا ما نقدر نسوي فيو لكل يعني مثلا سيشن وحده ما نقدر نسوي فيو كميه كبيره من النيرف، متعبه جدا كل نيرف يحتاج وقت طويل، فهي ليميتد فيلد. وعندنا اوبريتر ديبندنت هي تعتمد على الاوبريتر، ممكن يعني هي اعتقد مثل الاي ان جي مالتها يعني الريزلت يعني ريلاتيفلي هي كواليتاتيف، ممكن احنا بشغلنا طبعا هي مور كوانتيتاتيف لان احنا نعتمد على الكروس سكشنال اريا.
Now, what are the indications? طبعاً indications قدي أولاً وهو الأهم واحد هو entrapment neuropathy, whether median at the wrist, median at the ulnar at the elbow, كل أنواع entrapment neuropathy. أيضاً when the electrodiagnostic study is difficult, risky or non-conclusive, أيضاً مهمة جداً راح تكون. ايضا لما بالتروماتيك نيرف انجري والنيرف تيومر لها فالدور كلش مهم طلع لنا النيرف ات اكزاكت سايت اوف نيرف دامج كذلك تفيدنا بالفولو اب مالت النيرف اذا كان اكو مثلا صاير نيوروما او اشياء مهمه جدا ان شاء الله راح نتكلم عليها ايضا الاسبوع القادم. ايضا بالانترفنشن احنا ممكن اذا نسوي يعني الترا ساوند جايدد انجكشن ممكن تفيدنا جدا هاي بالادفانس ليفل الترا ساوند هي انترفنشنال الترا ساوند لها ايضا رول بدا بالبريفرال نيوروباثي ان شاء الله ايضا نتكلم عنه مهم جدا بالبريفرال نيوروباثي بعض الانواع مهم ولها كذلك رول بالمسل ديزيز بعض انواع المسل ديزيز ايضا لها دور. Now what are the nerve pathologies شو نشوف بالنيرف اذا كان بي ديزيز طبعا اول شيء هو نشوف نيرف سوالينج اول نقطه واهم نقطه هي واللي هي انا اعتبرها يعني هي كوانتيتاتيف لانه انا راح اوصل للنيرف واقيس الكروس سكشنال اريا مالته واقدر احدد انه هذا مثلا نيرف انكريز ان سايز ات ذس اريا مثلا احنا نفحص مثلا ميديان نيرف ات ذا ريست نشوفه ات ذا اريا اوف كاربال تانل راح تكون لارج كروس سكشنال اريا وفي مكان اخر راح تكون نورمال فراح نقول ذير از انكريز ان كروس سكشنال اريا. ايضا نيرف كومبريشن او نيرف نوتشنج ايضا بالاترابمنت يصير نوتشنج اوف ذا نيرف ايضا اكو ان شاء الله نشوفه. اكو نيرف تيومر مهم جدا واكو ايضا نيرف ترانسكشن مثل ما يصير بالنيرف انجري. هسه هنا فد صوره للميديان نيرف ات ذا ريست طبعا الميديان نيرف ات ذا ريست راح تبدي لي هذه هي السبكوتينيوس تيشو هذا هو الميديان نيرف مثل ما نشوف هي الهاني كوم ابييرنس اوف ذا ميديان نيرف والهايبر ايكو كريم شويه ما مبين اكو صور اخرى توضحها وهاي كلها مسلز وتندنز اوف ذا فليكسر مسلز وهنا أنا راح يكون البون ونفس العمليه هنا أنا ايضا هذا موجود وهذا هو الميديان نير وهذه هي المسلز والتندز مالتي وهذا هو البون. ايضا ميديان نيرف هذا فور ارم عندي ايضا نفس الشيء هنا طبعا الصوره راح تختلف لان هنا أنا ما راح يكون طبعا واحد من اسباب التداخل الصعوبه هاي نرجع للادرس من اسباب التداخل اللي موجوده عندي انه هو النير ممكن يشبه لي الصوره مالت ال يعني التندن اوف ذا مسل مهمه جدا طبعا هذه هنا الشيء الحلو بالادي فورارم هنا النير راح يكون هنا واضح جدا المسلز هنا كلها راح تكون هايبو ايكويك وهاي الكونكتيف تيشو سبتا اللي تفصل ما بين الانديفيدوال مسل وهذا هو اللي تشوف هنا هسه هذا الميديان نير راح يكون مربوط ما بين الكونكتيف تيشو سبته هذه هنا تروفه وهذا الميديان نيرف وده نشوف هنا الهايبر ايكويك ريم اللي هو الابينيوريوم سراوندينج ذا نيرف وهذا هي هنا موجوده النيرف داخل الابينيوريوم طبعا صوره واضحه جدا هذا هو الهايبر ايكويك ريم وهذه هنا الكونكتيف تيشو سبته اللي تفصل المصل طبعا صوره واضحه جدا يعني اذا نشوفه اند فورارم سهل جدا يصير سكانينج اند فورارم لانه قلت لكم يعني واضح يكون النيرف موجود بين ذيز ثري كونكتيف تيشو سبته وهذا دائره مدايره هي الهايبو ايكويك مسلز فلكسر مسلز اوف ذا ريست. ميديان نيرف ايضا هذا ريست طبعا قلنا احنا الانترابمنت نيوروباثي هذا مثال اللي يصير بالكاربال تانل سندروم هو راح يصير انكريز كروس سكشنال اريا اوف ذا ميديان نيرف ات ذا انلت اوف ذا كاربال تانل النيرف راح يكون هايبو ايكويك مو مثل ما موجود بالاذر ارياز كذلك يصير نوتشنج اوف ذا ميديان نيرف ممكن نشوف كونجنتال انومالي لايك اكسسوري مسل وذ اور وذاوت بيرزيستنت ميديان ارتري او ممكن نشوف بايفيد ميديان نيرف حقيقه اني ما الهن باثولوجيكال امبورتنس مهمه لكن لها اهميه تو تيل ذا سيرجن اف هي ديسايد تو ميك كاربال تانل ريليس تو تيل هيم ذات ذير از ممكن اكو persistent median artery there is bifid median nerve to be to take care not to injure these important structures. هذه الصور كذلك للميديان نيرف ادرست هذا يعني انا مشتغلهم هاي الصور مالتي هذا ايضا ادرست هنا نشوف layer of subcutaneous tissue
هذه هي التندنز مالت الفلكسر تندنز مثل ما نشوفها هذه، وهذا هو البون، وهذا هو الميديان نيرف اللي انا محوطه وقايس كروس سكشنال اريا مالته. مثل ما نشوف الكروس سكشنال اريا هي 11 سكوير مليمتر هذا of the median nerve at the wrist. هنا another picture، هذا هو الميديان nerve، دي نشوف الكروس سكشنال اريا مالته هنا 27 سكوير مليمتر، كذلك هاي اللاير اوف مسل. بدنا نشوف هذا هسه ان شاء الله يعني نتعلمها، هنا نشوف هايبو ايكويك النيرف، النير واضح هو سوولن هايبو ايكويك صاير. كذلك هذه another picture هنا النيرف هايبو ايكويك والكروس سكشنال اريا مالته 23، ويعني اللارج بسبب وجود كومبريشن عادي ريست بسبب بالكاربل او بالفلكسر رتيناكيولوم. شكرا جزيلا لاصغائكم، وتفضل الان دكتور فقط اذا عنده فد سؤال او شيء او اذا عنده فد تعقيب. Thank you very much دكتور زاهد for this stimulating lecture. We hope all our colleagues استفادوا من عنده، وبالتأكيد المحاضرة القادمة واللي بعدها راح تكون الفائدة عام وأكثر. سؤالي دكتور زاهد إنه هسه أنت مثلا for this example of median nerve compression at the wrist عندك 0.23 area. أنت يعني كل lab لازم إلى standardized لو هي standard عالمي وأنت تعتمده. يعني عم تقول to compare the patient from the control. احنا تعرف حضرتك هو اهم شيء احنا عندنا ناخذ الشيء هو صغير ستاندرد لنا، يعني احسن شيء هذا. احنا حتى بالنيرف كوندكشن مرات نسويها، تعرف حضرتك نسوي كومبريشن عفوا كومباريزن بين رايت ليفت، هذا مهمه جدا. احنا حقيقه اللي نسوي هو هسه الجايد لاين اللي موجود انه اذا الكروس سكشنال اريا اوف ميديان نيرف ادرست اكثر من 14 ملم سكوير ملم ذس از دايجنوستيك اوف كاربل تانل سندروم. اذا اكثر من 14، اذا اقل من 14 انترناشونال فيجر، هذا انترناشونال اي، يعني هو هذا ثابت. اكثر من 14 هذا دايجنوستيك. اذا اقل من 14 لازم نقارنه مع مور بروكسيمال سيجمنت. احنا عاده نحسب 10 سنتيمتر نقيس بالفورار ونقيس الكروس سكشنال اريا بالميديان نيرف ات ذا فورار 10 سنتيمتر بروكسيمال تو ذا ريست، ونشوفه لازم يكون الديستال على البروكسيمال اكثر من ضعف. يعني اذا كان مثلا لقيت ال هذا رست يعني هذا كاربل تانل مثلا 10، لازم يكون الديستال البروكسيمال العفو هذا فور ارم لازم يكون اقل من 5 او 5 ممكن مقبوله، يعني 5 او اقل هذا ايضا راح يكون دايجنوستيك. يس اوكي نعم. يعني هو يمكن اعتقد نفس السؤال دكتوره صفاء ضياء الدين. انه اعتقد وجاوبت جنابك تقول is the cross sectional area fixed or changed with just moving the probe. طبعا دكتور احنا هذه مهم كلش، يعني نسوي manipulation للبروب كلش مهم بحيث نحصل على احسن صوره والاحسن صوره من مواصفاتها. يعني واحد يتعلمها بالخبره، لازم كل الستراكشرز اللي موجوده عندك بالفيلد تبين. يعني انا مثلا مو اشوف بس النيرف وما اشوف البون او المسلز ما تبين كلها او المسلز، لازم اني كل الصور واقعه عندي اقول this is optimal view اقيس. طبعا اذا يتغير اني اذا صاير روتيشن شويه، اذا الانجل مال البروب مالتي زايده، يعني هذا طبعا راح تتغير الكروس سكشنال اريا. فاني مهم جدا احصل على optimal view، والoptimal view كل الصوره يعني هي بالاكسبيرينس واحد يميزها، مو شيء صعب يعني سهله مو صعبه، لازم نميزها مو في شيء صعب. قلت لك يعني كل التشوز لازم مبينه اللي جوايه، يعني ما معقول انا مثلا ما اشوف البون مارجن واقول هذه. طبعا هاي انا صاير عندي انجوليشن شويه، فالالترا ساوند بيم ما وصلت للبون بصوره صحيحه، فيطلع لي طبعا الكروس سكشن اريا راح تتغير. نعم دكتور فرقد اسمعني. معك دكتور. نعم دكتور. اي يعني انا قصدي اذا هسه الميديان نيرف ادرس نعم انترناشونال فيجر مالتي هي 14 نعم ككروس سكشنال اريا خلينا نقول كات اوف فاليو اعلى من كات اوف فاليو بالضبط اعلى من عندنا اعتبره سوول النيرف او اندر بريشر.
نعم. كان سؤال دكتورة صفا أنه إذا كنا نروح upward يعني toward the fore arm بهالحالة أتوقع أنه الكروس سكشن راح تكون أقل. طبعاً دكتور. يعني أنا بالنسبة لي من شغلي أنا هسه الكروس سكشن الأريا تعرف حضرتك أكو variation بس أنا أشوفه يعني أنا من شغلي 3 أو 4 أو 5 أقصى شيء أنا شايفه عادة بالميل الوركر دول اللي يشتغلون بيهم هواي وهاي أنا شايفه واصل لحد 5 سكوير مليمتر بس تجيني بنية في ميل يعني ناعم جسمها وكذا ممكن 3 ممكن يصير كروس سكشن أريا هذا فورم هنا بالتالي هذا رست إذا أكثر من 6 هذا دايجنوستيك أوف إذا كانت 3 إذا أكثر من 6 هذا دايجنوستيك أوف كاربال تنل بالكومبارزن إذا كانت سليم نعم هاي سليم تدري مثلا في ميل يعني هي سليم جسمها وكذا يوصل حد 3 ممكن يوصل للخمسة أنا شايفه يعني أنا اللي شايفه جزء أكو أعلى أو أقل أنا شايفه 3 4 5 لأن الأرقام اللي الكروس سكشن وهذه الكت أوف فاليو اللي هي 14 يعني نعم. هي محسوبة على ميل في ميل لو يعني لا لا هو 14 ما والله حقيقة أنا اللي شايفه 14 ما أتذكر مفصلين ميل في ميل أراجعها لازم بس أنا اللي أتذكر الدكتور حقيقة أنا كل شغلي أسوي كومبارزن كله أسوي كومبارزن أروح يعني أنا هم دا أتعلم يعني هذا فراح أصعد لفوق أشوف أنا أطلع العشرين 18 أصعد فوق أشوف ألقى 3 ألقى 4 هاي وهو سكانينج إذا واحد يتعلم خصوصاً بين الإيزي نيرف الكومن نيرف يعني خلال 3 دقائق أنت مطلع الصورة مالتك قايس البروكسيمال قايس الديستال مباشر يعني 3 دقائق إلى 5 دقائق مطلع الصورة مالتك مباشرة يعني ما يطول فهو 14 هو كت اوف فاليو بس حقيقه ما ادري ميل في ميل ما تشيك هسه يحتاج تشيك هسه نشوف بالبلكت بالبرستنا شابيرو اكيد كاتبه يعني مفصله سهم نراجع ان شاء الله. Another question from دكتوره زينب فاروق طالبه البورد تقول which is better in our neuromuscular work the transverse or the longitudinal view دكتور I think it would depend. طبعا فين نعم. طبعا احنا الترانسفيرز هو يعني سوي اسسمنت للبرايمري باثولوجي انا اتابع النيرف على كيفي واشوفه وهذا بس مرات مثلا نوتشنج اوف ذا نيرف او اشوف شيء احتاج اسوي لونجيتودينال فيو حتى اشوف الستركتشر الفوقه ممكن ستركتشر فوقه يكون يعني لما ناخذ مكان يعني فيو اكبر راح يصير يعني بالطول فراح اشوف ممكن ستركتشر فوقه واضح وضاغط عليه على النيرف فيعني اوضح يصير فهو احنا بكل الحالات نستخدم البوث فيوز لازم الترانسفيرز واللونجيتيودنال. Another question from دكتورة صفا ضياءالدين. What is the indication of ultrasound in carpal tunnel syndrome since it is easily diagnosed by nerve conduction study? إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله راح نتكلم عليه حتى يعني نختصر الوقت. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم على indication. Indication حلوة ونشرحها إن شاء الله موجودة يعني إلى indication. يعجبك هسه أحكي. Okay. بس اسبوع. It's up to you يعني إذا فهمت عليه لا بس ونعيد الأسبوع القادم ولا بس ماكو مشكلة. أولاً إحنا إذا كانت ال ADX هو non diagnostic هو حالات non diagnostic نعرف إحنا sensitivity مالتنا إذا نستخدم ال highly يعني ال highly sensitive comparison study 89 إلى أعتقد 93% توصل حسب يعني معلوماتي 89 إلى 93% مو صحيح دكتور؟ then the comparison study median to ulnar and median to radial وهاي يعني توصل 89 إلى 93% احنا من نستخدم الاناتوميكال فيو دخلنا هسه اناتوم وياها صارت 100% تقريبا يعني لانه هو السنسيتيفيتي مالت الالترا ساوند بحد ذاته يوصل الى 95% فهذا اولا ثانيا اذا نتوقع اكو فد اناتوميكال يعني ليجن صاير عندي مثلا اكو فد فوكال سوولينج صاير انا دا اشوف اكو سوولينج صاير بالمكان مالت النيرف او الفايندينج طلعت لي يعني ما جايه ويا يعني الوضعيه مالت المريض مثلا مريض عمرها 20 30 سنه وجايتني سيفير كاربال تانل فيحتاج افحص اشوف الاناتومي اكو فد تيومر ضاغط عليها اكو فد جانجليون طالعه صغيره وضاغطه اكو فاكو فد انديكيشن ان شاء الله الاسبوع الجاي راح اشرحها بالتفصيل بس هاي فد ملخص عنها يعني Yes, thank you. يعني في نفس المكان دكتورة إسراء طالبة البورد أيضاً Which method is more sensitive in the diagnosis of CTS? Is it the electrodiagnostic or the ultrasound? أعتقد هذا له علاقة بالسؤال اللي قبله يعني هو دكتور قلناها يعني هذه hey. Functional aspect وهذه anatomical aspect وحدة تكمل الثانية نعم A question from دكتور عبد الناصر He is asking about the chronicity and the continuity of the nerve injury يعني the rule of ultrasound نعم
والله دكتور بالنيرف انجري كلش مفيد الالترا ساوند والفولو اب مالته وهواي حاله. يعني انا يعني ان شاء الله الاسبوع الجاي عندي كيس او كيسين ان شاء الله راح اراويكم اياها، فشيء بديع جدا. طبعا يراويك انه هو رايح للسيرجين والسيرجين مسوي له عمليه ومسوي له ري انستموسيس، واذا هو ورا شهر يجيك ثلاث اسابيع الى شهر صاير عنده نيوروما سوالينج اوف ذا نيرف، ويعني نيوروما يعني صاير كونكتيف تيشو انفلاماتوري داخل المكان مال ري انستموسيس وفاشل العمليه، فيرجع من جديد يقص انا عندي حالتين، يرجع من جديد اقول له هاي نيوروما، يرجع من جديد يفتح يسوي ريك قص مره ثانيه وتنجح يعني تنجح العمليه تماما. ومهم جدا يعني انت بالفولو اب مالتك اكو ذول جماعه البروستيسيس ذول جماعه انترنال فيكسيشن، فالدور كلش مهم. هم عندي ان شاء الله كيس اراكم اياه الاسبوع الجاي انه شلون مريض مخلي له انترنال فيكسيشن، هو الانترنال فيكسيشن مسوي كومبريشن على النيرف ومسوي كوندكشن بلوك، يعني فد شيء كلش مفيد حاله الانجري. يعني كل مريض بانجري يعني اهم من باقي اهم الانترابمنت حقيقه بالانجري تابع النيرف يحدد لك الاكزاكت سايت. يعني انت مثلا اذا عندنا مالتيبل انجري هاي ذول الانفجارات والكذا او الشظايا ومالتيبل اريا تحدد المكان اكزاكتلي ويتش نيرف اكزاكت، فشيء كلش مفيد ان شاء الله. الاسبوع الجاي اهم ما حنتكلم عنه ان شاء الله، احنا نبقى نشوق لهذا الشيء. ايضا تكمله للسؤال دكتور عبد الناصر، نعم. على الكرونيسيتي، طبعا الكرونيسيتي هي بالنيرف انجري كرونيسيتي، واكو كرونيسيتي من يعني ديزيز بروسس فور اكزامبل اذا كاربال تنل، شلون تقدر تعرف هذا كرونيك او مايلد يعني مودريت سيفير، باعتبار السيفير هو لازم يحتاج الى لونجر بيريد اوف تايم، او اذا نيرف انجري الكرونيسيتي تقدر ما تسوي ما نسوي لها اساس بالالتراساوند، ما لها اساس يو كانوت، لا لا ما نعم ما عندك باراميترز، لا لا ما عندي ما عندي نعم ما. نعم اوكي. Another question from Dr. Tara, طالبة البورد. She is asking, is the differential diagnosis of CTS by ultrasound is accurate for assessing the severity of CTS or the nerve conduction study is better for assessing the severity of CTS? والله دكتور حقيقة هواي بحث عن هذا الموضوع وأنا هسه دا أشتغل بحث عنه، يعني comparison the severity ما بين الالتراساوند ولا هذا، وحقيقة يعني أكو يعني controversy كبيرة، فأنا يعني ما عندي معلومة لأنه يعني كونترافيرسي كل واحد يحكي شكل، واحد يقول هذا أحسن واحد يقول هذا أحسن واحد يقول كومبليمنتري، يعني أنا بالنسبة لي ما عندي إجابة، ما أعرف بجوز لا أحد هذا يعني الأوتسايد بيبرز ما تقول مثلا أنه ممكن نسوي كونترافيرسي، واحد يقول هذا أصح واحد يقول هذا أصح. أكون مسوين فيجر 12 إلى 14 مايل 14 إلى هالقد مودريت مسوين وهذا ومقارنيها مع النيرف فاندكشن، واحد بحث قايل هذا اصح واحد بحث قايل هذا اصح، النتيجه النهائيه نعم. يعني ما متفقين على شيء، ماكو اتفاق على شيء، ولا يعني هم مسوين نعم يعني هم مسوين كورليشن ويا النيرف فاندكشن ستدي اللي احنا عندنا سكجول خاص بال اي دكتور اي طبعا طالع نعم كل هواي بحوث، بس قلت لك النتائج مالتهم مختلفه وما مسوين اللي هسه يعني هاي اللي يعني ذن اللي يصيحوا لهن يعني راح اسمها عن بالي، لما نتقارن اكثر من بحث وتطلع نتيجه ما شاء انا ما شفت يعني واحد مسوي على ميتا اناليسيس ميتا اناليسيس ما مسوي ميتا اناليسيس هاي البحوث مال كورليشن حتى يعني نعم. توصل فن يعني على كل حال، بس هسه انا هم دا اقلب هذا الكتاب مال شابيرو هم اذا يعني بس انا ما لحقت تدر حضرتك وقت كبير كلش اي صحيح بلكت يعني اريد يعني كلش متشوق الى اريد اضيف هاي المعلومات حتى انا اريد استفاد من عندها لانه هو يعني نعم. الكتاب هو الايفيدنس الدقيق احسن من البحوث الكتاب نعم. هو نعم يس فروم نبأ سعيد دكتور نبأ ايضا طالبه البورد اتس فيري نايس ليكتشر باي التراساوند كان وي اسس اكيوت اور كرونيك نيرف ليجن اور نو. قلت له دكتور الكرونيستي ما تبين عندي يعني بالالترا نعم. ما تبين نعم يعني ما جاك مثلا واحد نيرف انجري هنقول يعني اكيوت وشفته وبعد فتره شوفه ما صارت عندك هيك شفت اكو تشينجز مثلا خلينا نقول دايميت يعني او الاند بوينت مالته نعم دكتور انا من افحص النيرف انا نعم. مثلا النيرف انجري انا اشوف النيرف مثلا صاير بيكات ترانسكشن وهي صح لها اور جلاس ابييرنس فارغ النيرف فارغ فأنا ما اعرف هذا اكيوت صار له يومين صار له شهر صار له سنه ما عندي فد يعني فد ساين خاصه لهذا نعم نعم هو هذا يعني انت تشوف النيرف فارغ يعني كانه
يعني مالت الشيث احنا نشوف هاي النقاط مالت ال يعني هي مال الكونكتيف تيشو اللي قلنا عليها بحالة النيرف انجري راح نشوفها مفقودة. شوف كل النيرف اسود صاير في منطقة معينة، انا اقول هذا نيرف انجري واضح جدا يصير، بس ما اقدر اقول هذا لا اقول اقول اكيوت ولا كرونيك ولا يعني صعب. فقط بعد ما يسوي له ري انستوموسيس او انتو انستوموسيس ممكن تشوف نيوروما او سوالين. واضح جدا هو دكتور سوالين يصير بكل الحالات يصير سوالين نعم. ري انستوموسيس لانه تعرف انفلاماتوري بروسيس فيصير اكيد انفلاميشن يس بس احنا حتى نميزها من النيوروما تحتاج فد ان شاء الله الاسبوع الجاي اكو كيس هم نشوفه ان شاء الله شلون نميز النيوروما من السوالينج العادي اللي هو بسبب انفلاميشن يعني عادي يصير. Another question from دكتورة اسماء خلاف اختصاصية زميلتنا في بعقوبة تقول What is the role of ultrasound in radiculopathies؟ والله دكتور هو يعني كلش مفيدة هذا طبعا advanced level لما نشوف الروت nerve root نعم. يعني شغل حقيقة كلش صعب يعني وتحتاج فد ماشين خاصة وفريكوانسي عالية يعني فد حقيقة أنا ما مشتغلة يعني حتى ما يعني ما أريد لا احنا استفاد من خبرتك من رحت المصر يعني وخذت ايه. هذا الادفانس دكتور طراونا نعم. احنا شفنا شلون نشوف النيرف روت واذا كان نعم. كومبريشن باي اوستيوفاي طبعا تبين عندك الاوستيوفاي نعم. قريبه صايره على النيرف نعم. هذا بس حقيقه نعم. يعني ما عندي ما اقدر اجاوب هذا السؤال حتى ما يعني ما اريد ارجم بالغيب يعني نعم. يعني ما متمكن من عنده حتى ما زين حضرتك قلت تحتاج الى انذر ماشين يعني مو انذر دكتور مو ادفانس ماشين لو البروب خاص البروب يحتاج فريكونسي عالي حتى نشوف فريكونسي اكثر من 12 نعم اي اكثر من 12 ديفينتلي اكثر من 12 نعم حتى نشوف يعني بصوره صحيحه. هم عاده دكتور بالنسبه للشغل اللي يشتغلوه هم بالنسبه للادفانس حتى يشوف النيرف وكل شغلهم كان حتى يسوون الانجكشن انترفنشنال يعني كدايجنوسيس يستخدموا يعني بوقتها من صار الحكي ما قالوا هذا نستخدمه كدايجنوسيس قالوا احنا نستخدمه حتى نحدد المكان الروت ونسوي انجكشن مباشر عليه. تدري هو الدايجنوسيس ما بين الام ار اي والاي دي اكس هم اهم كومبلمنتري يعتبرون هذا اناتوميكال وهذا فانكشنال فهيك يعني عاده نستخدمه بحاله الروت حتى فقط يعني ندل مكان الروت ونسوي انجكشن هنا يعني هذا الكلام ايش صار نعم عفوا اذا يسمح لي دكتور فرقت عندي سؤال اي هو انا عند تحول الاسئله لكم تو استاذ صفاء يعني او اذا عندكم سؤال مباشره العفو عشتك دكتور زاهد اريد استعجل بعض الاسئله اي العفو سمعتني دكتور زاهد لا استعجل بعض الاسئله وراح اي ما بدي استعجل بعض الاسئله على الميديان نيرف يمكن انت عندك محاضره بالايام الجايه على كل نيرف ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عندي بعض الاسئله. اول سؤال تنصحنا بكتاب معين على البيزكس اوف التراساوند ماشين تعرف احنا اذا عرفنا الماشين وتفاصيلها راح نقدر نسيطر على الوضع وراح نقدر نستفيد من خصائصها فيا ريت انه اذا عندك ريفرنس هاي واحد ثاني شيء شنو نصيحتك حتى احنا نعلم عيننا يعني تعرف الالتراساوند انت طلع الصور بس صح. حتى اضبط كل الزين هذه النورمال هاي ابنورمال وات از يور ادفايس. سؤالي الثالث هل ممكن انه ولو يمكن احتمال حتجي يعني تقدر تاجله على المحاضره الجايه الميديان نيرف سيرجري افتر سيرجري اقدر اني اسوي اسسمنت اذا كان هذه عندي مثلا ناجحه العمليه هذه لو لا ما يعطيني هنت على هذا الموضوع ماشي بالنسبه للريفرنس الريفرنس انا هسه راح ارفع لكم الريفرنس اللي قرات بيها اكو كتابين حلوات كلش ارفع لكم اياها على الجروب مالتنا مال التليجرام وحضراتكم تطلعوا عليها هاي بالنسبه للريفرنس. بالنسبه شلون نتدرب طبعا نتدرب اساسا يعني انا اللي سويته ما اعرف صحيح او خطا ما ادري انا بالنسبه لي بديت دورات دخلت بمصر ارجع من الدوره يوتيوب نزلت فيديوهات قمت اشوفهم هاي الخطوه الثانيه. الخطوه الثالثه اشتريت ماشين وقعدت افحص بيها يا مريض اللي يجيني افحص بالماشين مره اثنين ثلاثه عشره قمت هذا طبعا احنا مو الاسبوع القادم اللي بعده راح نتعلم مبادئ السكانين كلش سهله. احنا نجي على مكان واحد هو النيرف هذا واضح جدا به مثلا الميديان نيرف اجي اول ما اجي على الفرار اول ما اخلي البروب مكان على الفرار راح يطلع الميديان نيرف واضح لانه ذكرون الصوره اللي طلعناها انه يكون يعني اللي هي هذه الميديان نيرف الوحيد هو الهايبر ايكويك وهاي منها
كونكتد تيشو سبته والباقي كله هايبو ايكويك فاعرفه والدور اسوي سكانينج اب اند داون اتابع النير. فانا هيك بديت بمصر بعدين يوتيوب فيديوهات كل شيء وايكم موجوده قمت اباوع بعدين بديت افحص على المريض على روحي على العائله مالتي وتعلمت هيك صارت العمليه وكل نيرف واحده بديت بالميديان بعدين النر بعدين بيرونيال يعني الحمد لله ساني يعني لاني ضابطها ان شاء الله صعبه طبعا مو كل اللي نقدر نشوفها بس هذا الاساس. والسؤال الثالث كانت كاربل تانل افتر سيرجري يعني اذا فولو اب عندي يعني انا اذا فاحص المريض قبل السيرجري واشوف الدايميتر مالتي اللي يعرف الكروس سكشنال اريا لازم جرادولي تبدا تقل طبعا ما تقل ترجع للنورمال مثل ما عندنا نفس النيرف كوندكشن ما ترجع للنورمال يبدي الكروس سكشنال اريا تدريجيا تنزل بس والهايبو ايكوك الصوره اللي هي تصير بسبب الكاربل تانل ايضا تبدا تختفي تدريجيا النوتشنج اللي ممكن يصير عندي ايضا يروح لكن يعني ماكو شيء ممكن يعني ما اعرف ماكو شيء سبيسيفيك انه هذا صاير هيلينج او ما صاير هيلينج ماكو شيء سبيسيفيك هذا الموضوع يعني I cannot assess failed surgery يعني surgery اقولها يعني مثلا نهاية كلش تجينا هواية after surgery patient is complaining هي دكتوره هو ما يحل كل المشاكل يعني انا هم اعرف ما يحل صح. كل المشاكل مالتنا يعني يحل جزء من عندها بس assessment post op مو يعني مو كلش يعني هم مثل النيرف كوندكشن يعني هم حيبقى الابنورمالتي احنا النيرف كوندكشن مشكله ما ترجع مثل اي تبقى الابنورمالتي هم تبقى سوالينج بس مو يعني يقل يعني ما اذا عدش مثلا 20 ما يبقى 20 ينزل لحد 12 لحد 11 ممكن بس ما يرجع 6 او ما يرجع 5 مثل ما كان قبل ال يعني قبل الكوبرش ما اعرف اني سويت استاذ صفاء يمكن استاذ صفاء اذا عندك سؤال انت تقدر يا ريت تسمع صوته ابو علي شكرا جزيلا حبيبي صفاء شكرا اشكرك حبيبي ممنون تسلم الله يسلمك يعني حقيقه يعني فيري نايس ليكتشر ويعني انا اكو اشياء ممكن ايضا افيدكم بها اكو مصادر انا هم حضرت الدورات ما كان عندنا مجال وقت يعني واكو محاضرات يعني ممتازه جدا يمكن ما انزل لكم اياها بالجروب او انطيها للدكتور زاهد ويستفاد من عند هاي المحاضرات اللي اعطونا اياها بدبي يا ريت والله الدوره مال دبي اي صحيح زين عني فيعني عندي المحاضرات احس اشوف الدكتور فرقد يريد يعني ننزلها جاهزه او ننطيها للدكتور زاهد ويستفاد من عندها يعني ينطينا اياها اتس اب تو يو يعني فيري نايس انت تعطينا اياها عمي لا المالي قلت لك تدري شنو هي العبره من شلون واحد يعود عينه شلون يعود عينه هو هذا الاساس ايه صحيح وهذا مهم صحيح. وهذا موضوع حقيقه صار هو يعني احنا مسؤوليتنا يعني انا ودكتور فرقد وفاطمه والبقيه هو صار بارت اوف ذا اكزام يعني بارت اوف اني اكزام اني اكزام يعني اقصد النيوروموسكولار ستدي فصار الالترا ساوند هو بارت اوف ذا اكزام يعني لازم ياخذوا طلبة البورد وان اعتقد هي بداية جيدة جدا انه انت شخص من نبينا يحكي بلغتنا اكو اشياء هنس جيدة ممتازة يعني عاشت ايدك دكتور زاهد وان شاء الله تتبعها محاضرات اخرى ان شاء الله يعني اكو ثلاث كتب اساسية هي كانت قالت لي عليها دكتورة ايمان واعتقد هي موجودة طبعا نعم. نشوف دكتور زاهد ينزل لنا الاشياء وانا بكو اشياء مفيده اجيب لكم اياها ان شاء الله نعم. اعتقد احنا من عندنا يمكن دكتوره سوسن هسه يمكن دا تشتغل يا ريت هي اذا ويانا بالجروب بس يمكن ما شفت اسمها ما اعرف اذا هي داخله باسمها او اسم اخر هم دا تشتغل سوسن اي من ورانا تشتغل ما تخلينا لا وين يا ما ادري اذا بالجروب يعني والله حلو الموضوع عشتيتكم يعني عشتيتكم دكتور زاهد عشتيت كل اللي الله يوفق كل اللي هاي اللي يقدم عليه ونتمنى نكون احنا قويين بيه مثل النيرف كوندكشن ستدي ان شاء الله ان شاء الله بجهودكم تشرحوا لنا والله لانه هو يعني شلون النيرف كوندكشن ستدي الله يطي اساتذتنا ما قصروا ويانا الله يحفظكم جميعا يا ربي اوكي دكتوره شكرا استاذ صفاء شكرا دكتوره فاطمه اني كويستشن بليز زملائنا الباقين دكتورة مها الصياد دكتورتنا الغالية وزميلتنا حبيتي هواي الترا ساوند لحيتي عليه إذا عندك كلمة أحد من الزملاء ما عنده
اوكي اذا وي هوب تو ميت ان شاء الله نيكست ويك وذ ذا ليكتشر 2 اون ذا نيورومسكولار الترا ساوند كيس ستدي ابروتش. ذا ليكتشر ويل كفر سم اوف ذا انترستينج كيسز ويش ار سولفد باي ذا الترا ساوند. اعتقد ذس از ذا اكسبيرينس اوف دكتور زاهد. ان شاء الله ان شاء الله نتلاقاكم الاسبوع القادم ان شاء الله. الله يسلمك. مع السلامه. كيب سيف ان شاء الله جميعا. ان شاء الله. مع السلامه. في امان الله. مع السلامه.